ميدي أن سعيدة صباح الأسرة. كما هو معروف مستمعينا، تحديد الأهداف وتحقيقها هو مهارة الحياة الأساسية لكل من يأمل في النجاح، ووجود أهداف محددة لمن نريد يحقق لنا ويمنحنا أمل بمستقبل مبشر بالخير. فأكيد بوصفنا أباء، فإن إحدى مهماتنا الرئيسية في تربية الأطفال هي المساعدة في تعليم أطفالنا مهارات الحياة التي تهمهم، ومساعدتهم على تعلم كيفية وضع الأهداف وتحقيقها أكيد هو أحد الأدوار الرئيسية للأباء. لذلك اخترنا اليوم أن نتوقف مع دليل الأباء والأولياء الأمور لمساعدة الأطفال على وضع وتحقيق الأهداف. تقدمها لنا اليوم الكوتش فدوى القبسي، خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. إذن موضوعنا اليوم مستمعينا، كيف أعلم أطفالي وضع الأهداف؟ صباح النور أستاذة قبسي. أهلا بك للا سعيدة، فرحانة بزاف بلقائي معكم في هذا الموسم الجديد. أهلا بك، ونحن الأسعد، وكنتمنوا التوفيق وكذلك النجاح لأطفالنا. فاليوم موضوعنا يهتم بأطفالنا ووضع الأهداف، أو كيف نعلم أطفالنا وضع الأهداف. وقبل أن نتعرف على هذا الدليل أو كيف نعلم أطفالنا على وضع الأهداف، من الضروري أولا أستاذة القبسي أن نتعرف على أهمية هذا التحديد للأهداف للأطفال، أو لماذا بالضبط تحديد الأهداف للأطفال؟ طبعا مهم جدا أننا نحدد الأهداف ديالنا بصفة عامة، يعني كبارا وصغارا ضروري أننا نحدد الأهداف ديالنا. علاش؟ لأن تحديد الأهداف هو كيعطينا بحال واحد الخارطة ديال الحياة ديالنا. كلنا عندنا أحلام، كلنا عندنا أفكار، كلنا عندنا مشاريع باغيين نحققوها، ولكن لما ما كنحطوا لهاش هدف وخطة تطبيق، كتبقى هذيك الأفكار ولا هذيك المشاريع ولا هذيك الأحلام كتبقى أحلام. أما الهدف لما كنوضعوه فمعناه أن الحلم جاهز للتنفيذ. تحديد الهدف كيجي بحال داك النور اللي كنشوفوه في لو بو دو تونيل، لما كنكونوا في واحد النفق مظلم وكنشوفوا داك النور، وهذيك كتكون لا ديستيناسيون ديالنا، يعني كنمشيو لداك المكان الإضاءة باش نوصلوا او باش نحققوا شي حاجه. ف احنا للاسف احنا هادشي ما تعلمناهش في الصغر. البعض منا حتى كبر عاد تعلموا، عاد بدا كيوضع اهداف ويحط لهم خطه تطبيق، والبعض الاخر ما كيعرفش منين نبدا. فانا كنشوف مثلا في حيطه الكوتشين بزاف الكبار عندهم ديك الفكره انهم كينجزوا بزاف، ولكن كيقول لك في نهايه المطاف انا تعبت بالانجاز، ولكن ملي كنجي ندير تقييم شنو انجزت كنلقى ما نجزت والو لنفسي. فعلا لانه لما ما كيكونش الهدف محدد، الرؤيه ما كتكونش واضحه، فبالتالي انت كتحقق اهداف الاخرين. لهذا ارتئينا اليوم اننا ما نكرروش الخطا. هذا هو الهدف من الحلقه ديال اليوم، ما نكرروش هذا الخطا مع وليداتنا، ونعلمهم منذ الصغر كيفاش يتحكموا في ذواتهم. وهذا هو هنا كتكمن الاهميه ديال وضع الاهداف، ان الطفل كيتعلم يتحكم في ذاته ويتحكم في حياته ويمشي بحياته فيما بغى هو، ماشي كيف ما كنقولوا بالعربيه بالمغربيه فيما الذهبيح، بمعنى ادق حياته كيبنيها على اختياراته، على قراراته، على إبداعاته، ماشي على رد الفعل أو على اللي كيوقع له في الحياة. يعني كيولي بلوس بروأكتيف كرياكتيف. فتعليم الطفل في المبكرة أنه يحط الأهداف دياله طبعا غادي يساعده على بناء حوافز، يعني بسورس دو موتيفاسيون، غادي يعزز له ثقته بنفسه، لأنه فاش غادي يحط هدف وينجح تحقيقه، هذاك المتعة وذاك الإحساس بالنجاح غادي يعزز له ثقته بنفسه وتقديره لذاته، بحكم أنه وضع الهدف هو اللبنة الأساسية لتحقيق الهدف. نعم. إذن ربما النقطة اللي كتبقى مهمة كذلك ضروري أننا نتطرقوا إلى الكوتش فدوى القبسي، هو أن وضع الأهداف هي ربما كيوجدها بعض الآباء والأمهات مهارة صعيبة باش يحقوها مع الأطفال ديالهم، لأنهم كيجبروها صعيبة في التربية ديال الأطفال، وكيفاش أنهم غيغرسوا فيهم ديك القيم ديال وضع الأهداف والتخطيط للمستقبل لأن السن ديالهم صغيرة. فهل هذا يمكن أن يكون صحيح؟ نقدروا نبداو نعلموا الطفل ابتداء من سن الثالثة. سن الثالثة. الثالثة. الطرق تختلف، وإحنا الهدف ديالنا هذا النهار هو أننا
ننير ونفيد الآباء والأمهات وأولياء الأمور أنهم كيفاش يعلموا وليداتهم، لأنه فعلا كيف ما قلت الكثير منا ما تعلمش هذه المهارة، ففاقد الشيء لا يعطي. إذا احنا ما تعلمناش هذه المهارة كيفاش يمكننا نعلموها لغيرنا، وخصوصا أنه خصنا نكونوا فاهمينها ويعني وعندنا دراية كافية وشاملة بها باش نقدروا نبسطوها حسب سن العمر. فنقدروا طبعا نبداو مع الطفل ديال النفسي الثالثة، لأن هذه المهارة لازم أنها تتعلم في سن مبكر، كما كنقولوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. بهذا غادي تضمن أن الطفل ديالك غادي يتعلم، وهو من بعد فاش غادي يبدا يكبر هو غيطور هذه المهارة لأنه غيكون تعود عليها وشاف المنافع ديالها. فابتداء من سن الثالثة نقدروا نبداو بأهداف بسيطة، وما حد الطفل كيكبر وحنا كنكبروا الأهداف وكنكبروها في الزمن ديالها وفي الأهمية ديالها، وكنتعاملوا مع الطفل بطريقة غير، وهذا هو يمكن اللي غادي نعطيو يعني هذا الدليل. هذا هو الدليل. إذن ما هو هذا الدليل؟ بطريقة مبسطة وسهلة باش نحاولوا أننا نساعدوا الأطفال ديالنا باش يوضعوا الأهداف. أول خطوة باش نوضعوا واحد الهدف هو أننا نكونوا باغيين نرسموا شنو باغيين، ونكونوا عارفين كذلك شنو غنستافدوا من هذا وضع الهدف. لأن من بين الأسباب اللي كتخلي الناس ما كتحطش أهداف كتكون يا إما مثلا خوف يا إما التأجيل، وإما كذلك عدم الاعتقاد عدم الإيمان بأن هذه المسألة مهمة، أو عدم معرفة كيفاش يعني نقوموا بهذه المسألة هذه. فنعرفوا بعد أنا علاش بغيت نعلم الطفل ديالي أنه يوضع أهداف. لما غادي نعلم الطفل ديالي يوضع أهداف فأنا كنضمن أنه من غادي يكبر غادي يقدر غادي تواجهوا تحديات كبرى. هو دابا صغير عنده تحديات صغيرة، ما حدو كيكبر والتحديات كتكبر معاه، فغادي نعلمه كيفاش يواجه التحديات بمنهجية، لأن هذه المنهجية غيتعلمها وهو صغير بهدوء وبذكاء. وفضلا عن ذلك غادي نعلمه يتحمل المسؤولية، وهذا شيء كامل في مصلحة الآباء. فلما غادي يكونوا مقتنعين بهذه المسألة هذه غادي نعطيه الوقت لراسنا ولوليداتنا باش نعلموهم. ابتداء من السن الثالثة نقدروا نبداو مع الطفل أننا نعطيوه الشيء اللي غنعطيوه أهداف بسيطة، وغنشرحوا للطفل الأهمية ديال هذا الشيء اللي غيديروا والهدف منه. مثلا نقدروا نوضعوا الهدف ديال أن الطفل في السن الثالثة يقوم يغسل مثلا يديه بعد كل وجبة، أو يلبس الحذاء ديالو بوحده، أو يتعلم يحسب مثلا من 1 حتى 10 بأي لغة بغيناها. فاحنا غادي نقولوا هذا الاسبوع غادي نتعلموا هذه المساله. طبعا في الثالثه الطفل ما كيفهمش شنو هي هذه الاسبوع، فكل يوم انا غنذكره بالهدف، كل يوم غنقول له ما تنساش اليوم التحدي ديالك هو انك غتلبس الحذاء ديالك بوحدك، واذا ما قدرتش يعني تلبسو بوحدك اليوم غادي نساعدك وغادي نوريك، وغدا غادي تحاول بوحدك الى غير ذلك. فضروري يكون ان كومباني مو، يعني ماشي غير نحطوا الهدف ونخليه الطفل يعني بوحدو يحاول او باش ما يتحبطش الطفل وباش نشجعوه، ضروري يكون ان كومباني مو. فاش كيبدا يكبر الطفل شي شويه غنبدا نخليه له مجال يختار الهدف ديالو. مثلا الطفل اللي كان عمره ابتداء من 5 سنوات ما غيمكنلوش يمكن يختار هدف بوحدو، ولكن حنا غادي نعطيو له مثلا اقتراحات، غنعطيو له اقتراحات ديال هدفين او جوج او ثلاثه، وغنخليوه يختار الهدف اللي هو بغى يحققه. مثلا يقدر يكون الاقتراح هو تطبيق روتين صباحي باش يتعلم فيه الطفل الاستقلاليه، مثلا نخليو الطفل او روتين مسائي او اي شيء من هذا القبيل، ونخليو الطفل يختار الهدف اللي هو بغاه من بين الاقتراحات اللي غنعطيو له. لما يختار الطفل الهدف في السن ديال 5 تقريبا كيبدا الطفل كيخطط في ورقه، فاذا كان كيعرف يكتب الهدف، لان انا قلت ابتداء من سنين 5 يقدر يكون 6 سنين يقدر يكون 7 سنين، يا اما يكتب الهدف ديالو يا اما يرسمه باش يكون عنده واحد الرؤيه واضحه، ويلصقوا هذاك الرسم ديالو او ذاك الهدف اللي كتبوا في شي بلاصه، اي بلاصه اللي الطفل كيشوفها يوميا باش يتذكر. مثلا الروتين الصباحي، الا فهمنا على الروتين الصباحي مع الطفل غادي نعاونوه انه يقسموا الاهداف مبسطه. شنو هو الروتين الصباحي؟ يعني انني فاش غادي نفيق غادي نبدا نغسل وجهي ويدي وسناني الى غير ذلك، من بعد غادي نلبس حوايجي، من بعد غادي نصوب فراشي، من بعد غادي نفطر، من بعد غنعاود نغسل يدي وفمي، من بعد غادي نمشط، غادي نلبس الباطي باش نمشي للمدرسه مثلا. هذا كل واحد فيهم هدف بحد ذاته، ونديروا واحد النظام ديال الانجاز والمكافاه، يعني كل نهار يحقق فيه هذاك الهدف
غادي نديرو علامه مثلا سمايلي كيضحك ولا ورده ولا شمس ولا وفوقاش ما يعني حقق مثلا غير 80% او 70% غادي نديرو مثلا رمز اخر. وفي اخر الاسبوع مثلا غنتفاهموا مع الطفل ديالنا انه في اخر الاسبوع غنديروا تقييم، وفي هذا التقييم يا اما غنكافئوا الطفل اذا كان قام بالانجاز يا اما غنساعدوه انه يصحح. ما نعاقبوش ما نعاقبوش، كنأكد على هذه المساله ما نعاقبوش، يا اما نعاونوه يصحح يا اما نكافئوه. والمكافاه تكون مثلا بقيمه الانجاز ديالو، يعني الا انجز 70% غتكون مكافاه، الا انجز 50% غتكون مكافاه، الا انجز 100% غتكون مكافاه اخرى. فهذا بالنسبه لهذا السن. سن 8 9 ديال السنوات نقدروا نبداو نطرحوا على الطفل اسئله حول الاشياء اللي هو باغي يتعلمها، مهاره جديده، رياضه جديده، ماده يمكن يبغي يشتغل فيها اكثر، لان 8 9 سنوات كيبداو يتعدوا المواد عندهم في المدرسه، فنقدروا نساعدوه انه يختار. نطرحوا عليه اسئله، هنا ما غنقولولوش حنا الهدف، بالاسئله ديالنا شنو بغيت دير، شنو هي الرياضه اللي كتعجبك، شنو هي اللعبه اللي كتعجبك. يعني يقدر يختار مثلا ان الهدف ديالو يكون هو الحصول على واحد اللعبه، باش يحصل على ديك اللعبه غادي نديروا له اشياء مثلا، يا اما مثلا يقرا كتاب او قصه او خمس صفحات من قصه كل يوم، يعني غنديروا له واحد التشالنج، واحد التحدي باش نساعدوه انه يحصل على هذيك اللعبه واللي هي بحد ذاتها هي الهدف ديالو. فهنا كنعلموه بانه باش تحقق واحد الهدف خاصك تصابر وخاصك تكون بمجهود وخاصك تنظم وقتك. يقدر يكون الهدف مثلا هو توفير المال، مثلا نعطيه واحد القسم من المال ونقول له بانه الا بغى يشري ماراثون اللعبه الفلانيه فلازم انه هو يعني يحسن اداره هذاك المال اللي كنعطوه له، باش مثلا في اخر الشهر ولا في اخر السنه تكون عنده اللعبه. لما الطفل كيتجاوز 10 سنين كنوجهوه حول هدف ديال الشهر او ديال السنه او ديال العطله، وكنبداو نناقشوا معاه الخطه اللي غادي يحطها باش يطبق هذاك الهدف. ودائما نحسوا الوقت، ماشي حيت بدينا في السن الثالثه معناها ان في السن العاشره الطفل راه مستقل في هذه المساله، لا، دائما غادي نواكبوه. استمراريه. نعم استمراريه. وكنوصلوا لسن المراهقه اللي مراهق كنبداو كنطرحوا عليه اسئله اللي هي اكبر اهميه، بحيث اننا هذه هي الفتره اللي كيحدد فيها اهداف على المدى البعيد. مثلا شنو المهنه اللي بغيت تنتعلها، شنو التخصص الاكاديمي، الى غير ذلك. اذا ممكن اننا ندرب الطفل من بدايه حياته ان يتعلم وضع الاهداف ويسعى اليها، هذا هو المهم اللي يمكننا اننا ناكده لمستمعينا اليوم استاذ القبسي. نعم فعلا ممكن اننا نبداو في سن مبكر، وهذه القضيه ديال اننا نبداو في سن مبكر عندها فوائد كثيره، لان احنا ما كنعلموش اطفالنا غير مهاره وضع الاهداف، هذه مهاره وضع الاهداف كتزيد تعلمهم مهارات اخرى. نعم. واللي هي كتدوم، كتعلموا مثلا مهاره التعامل مع المشكلات، كتعلموا مهاره اداره الوقت، لما كيكون عنده مثلا هدف على شهر او على سنه فهو مطالب انه يدير الوقت ديالو. نعم. كتعلموا مهاره التعامل مع القلق ومع التوتر. فوائد تعليم الطفل وضع الهدف هي بمثابة فائدة تعليمه وتحضيره للحياة. أكيد أكيد، إذن تعليمه وتحضيره للحياة ويعرف بأن هاد وضع الأهداف عنده قيمة في تخطيط المستقبل دياله. فكنت منه أن جميع هذه المعلومات توصل اليوم لمستمعينا الكرام، وباسم الجميع كذلك أشكرك جزيل الشكر الأستاذة قبسي فدوى، خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. إلى الأسبوع القادم إن شاء الله أستاذة، شكرا جزيلا. بمشيئة الله. شكرا جزيلا. مع السلامة. إلى اللقاء. مع السلامة.